بالنسبة للرأي الصحفيين معانا ومع حضراتكم الآن الأستاذ جمال عبد الرحيم، مش كده؟ تمام. أستاذ جمال عبد الرحيم، أمين نقابة الصحفيين، برحب بحضرتك معانا. سمعك. أهلا بيك يا فندم. الو، أيوه انا سامع الصوت، بس الصوت بعيد شويه بس. طيب حالا حالا بس هنحاول نعلي الصوت مع حضرتك. عايزين نفهم من حضرتك دلوقتي وجهة نظر الصحفيين، ولماذا التصعيد بالرغم من رد بيان الداخلية وانه اللي اتقال انه ده كان تنفيذ امر ضبط واحضار وان محمود السقا ليس عضو نقابة. انا عايز اقول بس، هو اتفضل. الموضوع ليس موضوع محمود السقا ولا عمرو بدر، ما حدث جريمه مكتمله في الاركان لاول مره تحدث في تاريخ نقابه الصحفيين منذ انشائها. يعني في الوقت الذي تحتفل فيه نقابه الصحفيين بيوبيلها الماسي بمرور 75 سنه، تلك النقابه التي خرجت من على سلالمها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، تلك النقابه التي احتضنت كل فئات الشعب المصري في الوقت الذي العالم كله شارك نقابه الصحفيين في احتفالها بيوبيلها الماسي، النظام المصري احتفل بنقابه الصحفيين بطريقته، احتفل بنقابه الصحفيين انه اقتحمها لاول مره من 75 سنه. اقتحمها، يبقى حضرتك بتقولي لي الداخليه بتقول ان فلان نقابي وفلان مش نقابي، هو احنا كنا بنقوي مجرمين؟ هو عمرو بدر اساسا كان اتى الريجيني مثلا، قتل النائب العام، ده اثنين صحفيين اساسا صادر ضدهم قرار ضبط واحضار بتهم التظاهر. يعني انا مش شايف ان احنا نقول دلوقتي الموضوع موضوع عمرو بدر او موضوع محمود السقا، الموضوع موضوع حريات، الموضوع موضوع نقابه الصحفيين المصريين اللي احتضنت كل فئات الشعب المصري. ما اقدرش اختزل الموضوع في محمود بدر، في عمرو بدر ولا محمود السقا. طب الجزء الموضوع الثاني، موضوع حريات. طب هم النقابه سوري عفوا وزاره الداخليه كانت في بيانها برضو قالت انه لم يتم اقتحام، ما كانش في اقتحام، كل الفكره انه كان عدد من المحدود من الضباط وان هم دخلوا علشان انا اكمل. وزاره الداخليه متعوده على الاكاذيب، ما حدث اقتحام وما حدث 30 ضابط مدججين بالاسلحه، وهذا الكلام عن طريق افراد الامن داخل النقابه. وزاره الداخليه تعودنا طول عمرنا على انهم بيرددوا الاكاذيب. يعني عشان تقولي لي وزاره الداخليه بتقول 8 افراد، لا، طب ما حدث من الداخليه هو اقتحام للنقابه. طب ما الحاجه حدث من الثانيه برضو، الداخليه انا هنا اقتحام لمقر في النقابه. اطار عرض وزاره الامر الداخليه والرد متعوده عليه، منها استاذ على جمال. الاكاذيب. استاذ جمال، النيابه نعم، العامه طيب بتقول ان هو التحريات اكدت حيازه عمرو بدر ومحمود السقا للاسلحه الناريه والمولوتوف وتحريضهما مع 7 اخرين للاشتباك مع افراد الامن والاعتداء على المنشات العامه ومهاجمه اقسام الشرطه. وكان لسه برضو استاذ حمدي صوتي معانا بيقول كمان كان في كلام مكتوب في تحريض ودعوه للقتل على صفحه محمود السقا. رد حضرتك. يعني احنا برضو بنتناقش في موضوع تاني، حضرتك بتختزل الموضوع في موضوع مع عمرو بدر ومحمود السقا، لا عمرو بدر ارهابي ولا محمود السقا ارهابي. يعني لك حضرتك بتختزل الموضوع في انا مش بختزل اثنين يا دول، احنا بنتكلم استاذ على جمال. اقتحام مقر نقابه الصحفيين، مش القبض على محمود، على عمرو بدر. لو طيب. ان وزاره الداخليه طلبت من نقابه الصحفيين ان محمود بدر او عمرو بدر ومحمود السقا كانت هتسلمهم لهم عادي جدا. احنا مع القانون، احنا مش ضد القانون يا استاذ. طيب ما هو اللي اتقال، بس تصحيحا انا مش بختزل الامر في اي اتجاه، انا بس بنتهز فرصه وجود حضرتك كعضو نقابه للرد على كل هذه البيانات ليس اكثر يعني. وفي نفس الوقت طبعا هذا الكلام، انا نعم. شايف ان وزاره الداخليه متعوده دايما على ترديد الاكاذيب. طيب. كل بياناتهم كاذبه. لما يقولوا انه في 5 افراد بس هم الذين دخلوا مقر النقابه، بقول هذا كلام كذب. انا وبصفتي مسؤول عن مبنى النقابه، نعم، وصلتني بعد الواقع مباشرة أن 30 ضابط هم الذين اقتحموا مقر النقابة واعتدوا على أفراد الأمن بإصابات، وأحد أفراد الأمن تعرض لإصابات بالغة، وصباح باكر إن شاء الله سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية بتهمة الاعتداء عليه.
طيب التصعيد هنا ايه اللي يرضي النقابه؟ يعني في تصعيد، وكان الاستاذ يحيى القلاش في بيان النقابه او نقابه الصحفيين بانه هيكون في اجتماع للجمعيه العموميه يوم الاربعاء ان شاء الله، ولكن هناك مطالب، يعني المطالب باقاله وزير الداخليه البعض بيراها مطالب يعني تصاعديه شديده، فحضرتك نقدر نقول ايه هي التصعيد هيوصل لاي مدى وما الذي يرضي النقابه؟ على فكره نعم. انا بحمل رئيس الجمهوريه المسؤوليه، اقاله وزير الداخليه لن ترضينا، يعني عزل رئيس وزير الداخليه لن يرضينا، انا بحمل رئيس الجمهوريه المسؤوليه على اللي حصل ده، لكن عزل وزير الداخليه لن يرضي النقابه. مش انها مطالب عاليه، لا ده انا بقول ان مطالب ان عزل وزير الداخليه لن يرضي النقابه. طب الاستاذ ياسر رزق كان قال ان هو في اتصاله مع رئاسه الجمهوريه علم بان الرئاسه لم تكن على علم بهذا الامر. انا بحمل رئاسه الجمهوريه ما حدث، لان رئيس الجمهوريه هو المسؤول عن هو رئيس السلطه التنفيذيه. نعم. انا بحمله ذلك بصفته وليس بشخصه، هو المسؤول عن السلطه التنفيذيه، هو الذي من حقه ان يحاسب من يخطئ من السلطه التنفيذيه، هو مجلس النواب. طيب ما رد حضرتك على بعض الصحفيين اللي برضو بيقولوا بيعتبوا على النقابة انها اخذت اتجاه واحد وانه كان لا يجب ان يكون هناك اتجاه، او انه النقابة بتحتضن فكر بعينه، يعني رد ده من الصحفيين يعني نعم كذيب. يعني انا على سبيل المثال نعم. انا سكرتير عام نقابة صحفيين واقدم عضو في المجلس لا انتمي الى اي تيار، وكل زملاء الصحفيين والشعب المصري يعلم تماما انني لا انتمي الى اي تيار، لا علاقه، لا يعني لم يسبق لي في تاريخي ان انضميت لحزب سياسي، لا انتمي الى تيار سياسي، يعني ده كلها اكاذيب. كلنا يا استاذه بنخلع الرداء الحزبي خارج مقر النقابه، ده حقيقه، لا يوجد بيننا من هو اسلامي او هو يساري، لا يوجد بيننا في اعضاء المجلس، كلنا بنخلع الرداء الحزبي والسياسي خارج مقر النقابه. طب هل متوقع انه هيكون في اطار الجمعيه العموميه هيكون هناك انقسام ما بين الصحفيين؟ لان برضو البعض بيرى انه كان يجب على النقابه ان تتصرف تصرف مختلف، يعني ما يكونش فيه، يعني هو كان النقابة عارفة، وهم حتى طلعوا في بعض اللقاءات كتيرة وقالوا عمرو ومحمود، انه عمرو بالتحديد يعني ان في طلب ضبط واحضار، وان هم يعني شبه في تعقب من الداخلية وتفتيش لبيوتهم وهذا القبيل يعني. فهل هيكون في انقسام امسك، او يعني ايه اللي هيكون شكل الاجتماع الجماعية في وجهة نظر حضرتك؟ نحن مع تنفيذ القانون، نقابة صحفيين نقابة وطنية. نعم. نقابة صحفيين يعني في تاريخها تطالب بتنفيذ القانون، ولكن اللي عايز اقوله فيما يتعلق بواقعة عمرو بدر ومحمود السقا، وبهدوء شديد جدا، اذا كان عمرو بدر صادر ضد حكم ضبط واحضار، هو لجأ الى النقابة من اجل ان تتدخل النقابة، من اجل تدخل النقابة لحل مشكلته، وليس من اجل التستر والهروب والايواء كما يدعي البعض، هو طلب من النقابه حل مشكلته. للاسف الشديد ان الكلام ده كان يوم السبت بعد الظهر، حضرتك عارفه ان يوم الاحد اجازه بمناسبه عيد العمال، يوم الاثنين اجازه بمناسبه شم النسيم، فاحنا بدانا الترتيبات ان يوم الثلاث هنبدا اتصالات مع النيابه العامه من اجل تسليم الزميل عمرو بدر ومحمود السقا. يعني هذا يعني ان نقابه الصحفيين تحترم القانون. صحيح. طيب هل هم احترموا القانون؟ هم لم يحترموا القانون، الماده 70 من قانون نقابه الصحفيين بتنص صراحه على لا يجوز تفتيش مقر نقابه الصحفيين الا عن طريق رئيس نيابه وبحضور. طب استاذ جمال هنا اتقال برضو هذا الكلام، هل وصل لحضرتك؟ ايوه. هم نفذوا هذا الكلام؟ لم يصلك طبعا، لانهم لم يطبقوا هذا الكلام. لا يا استاذ جمال، استاذ جمال عشان حضرتك ما كنتش معانا من اول الحلقه، يعني عرضت الماده دي وكان الرد عليها من الاستاذ حمدي ان هو هنا ما كانش تفتيش، ده كان تطبيق لتنفيذ لامر ضبط واحضار وليس تفتيش. بالعكس انا عرضت المادتين قدام المشاهدين. استاذ حمدي مين اللي قال لك؟ حمدي الاسيوطي. انا عايز اقول لك ان محامي.
الاستاذ حمدي الاسيوطي تحياتي ليه. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه الاستاذ، احنا في نقابه الصحفيين ادرى بقانوننا، وهذا القانون خاص بنقابه الصحفيين. عندما يكون انت بتقولي تنفيذ، لا ما هو دخول. عفوا مشاهدينا، واحدة احنا فقدنا الاتصال، بس زي ما حضرتكم شايفين احنا بنحاول نعرض الاراء كلها، وفي نفس الوقت احنا في انتظار طبعا الجمعية العمومية هيكون في ايه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم من الصحفيين منهم فيهم اللي برضو شايفين ان في اتجاه معين كان داخل النقابة لا يصح انه يكون